مجيد الطهسان. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بجمهور إذاعة ألف ألف إف إم. هلا يا مرحبا، والجو رايق، هلا باللي لهم قدر ومعزة. وحييكم أنا أخوكم عبد المجيد طاسام من استوديوهات ألف ألف إف إم في مدينة الرياض، وعلى قولة مهندس الكلمة الأمير بدر عبد المحسن يوم قال ما أرق الرياض تالي الليل. أرحب بجميع مستمعي إذاعة ألف ألف إف إم، سواء اللي يستمعون إلينا عبر موقع الإذاعة ألف ألف إف إم دوت كوم، أو عبر تطبيق الإذاعة المتوفر على البلاي ستور أو الأب ستور، أو اللي يستمعون إلينا وهم يقودون سياراتهم، واللي يقودون سياراتهم نقولهم اليوم وكل يوم امشي بهداوة يا حلو، دربك خضر. ولا أنسى أقول اليوم وكل يوم عاجل اسمع آخر خبر، الحب من قلبي صدر. أحبكم يا جمهور إذاعة ألف ألف، حب تعدى كل البشر، وليهم مخرجنا الطيب الغالي عزوز. وطبعا تحية خاصة وتقدير خاص للي شرفنا اليوم بالاستديو أحد نجوم جائزة الملك عبد العزيز للشعر الشعبي، الشاعر سامي العرفج التميمي. طبعا أخونا سامي أيضا شارك بالعديد من البرامج، شارك في برنامج البيت الموسم الأول والموسم الثالث، وأيضا شارك في برنامج شاعر المليون الموسم السابع، وكان أحد نجوم هذا البرنامج. وحاليا هو مشارك في برنامج في جائزة الملك عبد العزيز للشعر الشعبي، وصدر له ديوان قبل فترة جفاف إلا. حياك الله أخوي سامي. الله يبقيك، يا هلا ويا مرحبا. بداية أمسيك بالخير أستاذ عبد المجيد المذيع المتألق، الله يطول عمرك، وأسعد الله مساء السادة المستمعين، وأنا متشرف وسعيد جدا باستضافتك لي. الله يطول عمرك، وجودك إضافة لنا يا طيب القلب والذكر. الله يسلمك. خلنا نبدأ من مشاركتك بجائزة الملك عبد العزيز الشعر الشعبي، وهي طبعا هذه الجائزة، طبعا هذه النسخة الأولى للجائزة. صحيح. ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، تم ترشيحك من ضمن 18 شاعر، حدثنا عن قضية الترشيح وكيف تم ترشيحك. بداية الحمد لله، يعني أنا كنت موفق في مسابقة جائزة الملك عبد العزيز للشعر الشعبي، مثلي مثل أي شاعر قدم، والحمد لله بتوفيق الله تم ترشيحي ضمن 18 شاعر، وبفضل الله يعني كملت المراحل معه، وصلت المرحلة النهائية اللي هي الخمسة، وما حالفني الحظ الحقيقة يعني أني أكمل، ولكني بالنهاية كسبت تجربة جميلة بالرغم من يعني عدم رضاي على النتيجة، ولكن هي تجربة جميلة في الأخير. طيب حدثنا عن المسابقة، كيف قدمت لها، كيف يتم الترشيح، طبعا نظام المسابقة بشكل عام. طبعا نظام المسابقة زي ما الكل عارف، خصوصا الشعراء، انه كان جانا وقت يعني كذا مضغوط، كنا مضغوطين فيه، تم التقديم عن طريق الانترنت الموقع الرسمي للمسابقة، بعدها تقريبا 4 إلى 5 أيام تم الترشيح. جميل. 18 طبعا من بكرة على طول، يعني 18 حضروا للمقر إدارة الملك عبد العزيز، نفس اليوم تقريبا تم اللي هو عملية الترشيح من 18/5 من 5/3 وانتهى كل شيء. طيب يوم واحد يعني. أنت لما قدمت عن طريق الأونلاين، هل طلب منك تقديم نص معين أو كيف؟ إيه صحيح. عن طريق الأونلاين طلب منا قصيدة من 8 إلى 10 أبيات، المرحلة اللي بعدها 18 قصيدة من 10 أبيات إلى 15، المرحلة الأخيرة اللي هي مجارات بيت واحد بأربع أبيات. طيب هل القصيدة اللي قدمتها في فترة التسجيل أي قصيدة ولا رابطينك ببحر معي؟ لا للأمانة هم يعني ما ربطوا الشعراء في أي موضوع، الاختيار كان حر لجميع الشعراء. جميل. طيب تذكر القصيدة اللي قدمتها وأهلتك أنك تكون من 18؟ إيه أكيد. طيب إذا ممكن نسمع منها بيتين بعد إذنك. بيتين ها؟ اللي انت بعد. انا تراني طماع. ابشر اذا تبون النص كامل ولا لا. تفضل النص كامل بعد اذنك. سم. طبعا القصيده اللي انا قدمتها لهم هي طال عمرك، يقول رجع صبحنا الحادي
وجرحين يا الأحباب، ولا زلت أخبي عن عيوني مدامعها، أدور عليكم في مخاب الصدف لاذاب، خفوق الحنين وشبة الشمس أصابعها، متى قلتها من الليلة المثخنة بغياب، لو أعيدها ضيعت باقي العمر معها، وأنا غبار صوتي كل ما له يصير تراب، أحد قال ما له الفرحة صدور تاسعها، أنا بداخلي أشياء كثيرة تطق الباب، والأشياء الكثيرة منه واللي بيسمعها، يا ليتي محسب الكل منه يغيب إحساب، وليت القصايد تكتفي في مطالعها، على كل ضيقة لا متى أقلط الأسراب، وهي أول من عيون الآفاق تسمعها، تطاير على وتار الشجر وسوست زرياب، وغمض وشوف جروح تضحك مواجعها، يشين الصباح اللي يذكرك بالغياب ويكرر عليك وجيه دايم اطالعها، صباحك اليوم صار دايم بدون أحباب مثل سالفة تنقال لك وانت سامعها. الله عليك الله عليك سلامتك. هذه طبعا القصيدة اللي قدمت فيها، والحمد لله تم اختياري ضمن 18 من خلال القصيدة هذه. لو سمحت هدي البيت الأخير إذا سمحت بعد إذنك. يقول ياشين الصباح اللي يذكرك بالغياب ويكرر عليك وجيه دايم اطالعها، صباحك اليوم صار دايم بدون أحباب مثل سالفة تنقال لك وانت سامعها. الله عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب بعد تم اختيارك تذكر القصيدة اللي أنت قدمتها بعدين؟ إيه قصيدة 18. إيه نعم. إيه هذه من قصائدي طبعا، وكنت يعني واثق من اختياري لها، والحمد لله كان يعني فيها ردود فعل جميلة. جميل. أقول فيها تثاوب الشوق. طيب بعد إذنك أنا عشان أذرني أقاطعك، خلنا نطلع فاصل ونسمع القصيدة هذه اللي أنت قدمتها في جائزة الملك عبد العزيز للشعر الشعبي. طبعا ضيفنا لهذا اليوم أكرر سامي العرفج التميمي، أحد نجوم جائزة الملك عبد العزيز للشعر الشعبي. خلونا نطلع مع بعض ونسمع حمد القطان وين وين، كلمات عبد الله العماني والحان حمد القطان، وبعدها نرجع مع ضيفنا سامي العرفج التميمي. القوافي مع عبد المجيد الطهصاني. طارت من غصون الحنين العصافير، واصبحت أحبك واصبح الملك لله. من روائع شاعرنا سامي العرفج التميمي. ودي أقول إن البيت لي يسرقه بس ما أقدر. ما تقصر يا غالي. قبل الفاصل تكلمنا عن مشاركتك في جائزة الملك عبد العزيز للشعر الشعبي، طبعا تم اختيارك من ضمن 18. لما وصلت لمرحلة 18 أنت ذكرت قصيدة ودي نسمعها منك بعد إنك. إيه بشرط عمرك. وهذه القصيدة أنت كنت معدها مسبقاً، يعني ما عديتها، ما طلب منك إعدادها وقت المسابقة. لا هو ما تم يعني، أو ما طلبوا منا أن نجهز شيء جديد. إيه نعم. فكان المجال مفتوح. جميل. الجديد والقديم. وأنا شاركت في القصيدة هذه أقول فيها. تفضل. تثاوب الشوق وعيوني صلاة وسلام، يا ركض الأيام فاض الوجد والصبر جف، والأرض ضاقت عليها الأرض حتى الملام، ما عاد فاللوم لحاجة ورغبة وشف، والحايط اللي رفوفه ما ملاها الكلام، وزعت صمتي عليها وامتلا كل رف، ونول اثنين ثالثهم بصيص الظلام، صفوا ورا الصبح وهم اثنين 20 صف، عايش من الفجر الأول لين نوح الحمام، ما بين يا رب يسرها وما بين أوف يا ليتي يا نام، ولا النوم ليته يا نام، إلى متى والكرى لعانق الجفن رف، وأنا ضميري عن أرباح الهوى والهيام، لا من سألني رفعت شماغي وقلت شف، ذابت 30 قمرية وشعل غمام، والشمس ما تنقش الحنة على كل كف، يا عيني الثالثة عفي خطاك الغرام، لو العفاف مكانك كان يمديه عف، وأنا اتركيني بقايا بدو وسط الزحام، ألوم حظي وأقول مقيط الأحلام هف، ولا اتركيني مثل من لا شبع جوع صام، وانضاق صدره على صدره تعوذ وتف، من تبتليها الصدوف وهو مقامه مقام، ليته لياقيل عما تشتهي كف كف.
صح لسانك. سلامتك الله يسلمك صاحب الدنك. أخوي سامي، أنت قلت طبعا قبل تحت الهواء كنا نتناقش، تقول أنا أكتب الشعر للشعر. صحيح. يعني بيني وبينك أنا قلتها لك، قلت يا أخي أنا قلتها لك، قلت شكلك أنت فلسف، ويعني ما اقتنعت بكلامك، بس عقب ما سمعت كذا قصيدة لك وقرأت كذا قصيدة لك في ديوانك جفاف الله اقتنعت بمقولتك ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسلمك. بس علمنا وش الفلسفة هذه أنك تكتب الشعر للشعر، كيف؟ والله عبد المجيد، أنك تكتب الشعر للشعر معناته أنك حاب الشعر، تكتب أساس تستمتع أنت كشاعر. الآن كثير من الشعراء، ممكن أنا من ضمنهم في بعض المجالات، مجرد أنه يعني أنك تأدي واجب في بعض، خصوصا في قصائد المناسبات، قصائد المباشرة التقليدية، أنها تأدية واجب أو مجرد أنا موجود أنا بكتب. لكن أحيانا لما يكون الشاعر يعني بيكتب عن للشعر يستمتع، أكيد بيكتب شيء جميل. وأنا الحقيقة أغلب قصائدي أكتبها يعني للشعر، لنفسي، للناس اللي يحبون الشعر. جميل. وانت قلت لي تقول في أحيان مطلع القصيدة تقعد عليه ساعة وزيادة، وممكن تقعد يوم كامل عشان مطلع قصيدة. أكيد أكيد، لأني أتعب وأنا أكتب، ولعل الشعراء أو المتذوقين يعني كثير منهم كانوا يعني اللي يقرأ قصائدي أو يعرف أن الشاعر هذا يتعب على قصائده، وهذا شيء متعب للأمانة. جميل. ولكن بالنهاية يطلعنا بشيء جميل، ففدا يعني ما عندي مشكلة، وحنا الكسبانين يا أبو. الله يسلمك، شهادة. طيب عطنا قصيدة، معلش أنا اليوم ودي أسمع من قصائد. تمام، فعطنا قصيدة أنت تعبت عليها. والله أنا قبل كل شيء أنا كان ودي أبدأ الحقيقة في قصيدة كتبتها في الشهداء، الشهداء الواجب. إيه، ولعلي أستدرك وأقول القصيدة. تفضل ويستاهلون. أقول ختاما أقول يا صمتي يكفي كلام، اترك العيني مجال تقول شي اليدي، لو كان حقه على دمعي مسيل الف عام، وحزني على فقده اكبر من بلوغه اجهدي، لكن ابكيه وبكي عليه الحمام، مدام قلبه سلام ودمه محمدي ضحى علشان ننعم فوق ريش النعام، وعشان يبقى ترابه وطانا عسجدي، قال اشهد لا اله الا الله ثم نام، ما مات بالحي عند الله وعمره مدي، استشهد ورد عن وجه الخليج الظلام، استشهد ومد في عمري وعمر ولدي، يا سيد الحرب لك في كل صدر احترام، وشي أكثر من أي شي اللي ينتهى يبتدي، روحك من الطهر وانفاسك صلاة وسلام، وجسدك ما يشبه إلا مجدك السرمدي، ودعتنا وسقت روحك سوق لأرض الزحام، وثخنت قتلا بصف الظالم المعتدي، ومن بعد ما سال دمك مثل مسك الختام، ما فيه ذرة تراب إلا وجدك اتعدي، لكن خذت كسمة وحطتك فوق الغمام، وذكراك صارت مطر في قاعنا الجرهدي، في ليذكرتك البيارق وارضنا والأنام، دقوا الكوف التحايا في غيبتك سيدي. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك. والله يرحم شهدائنا يا رب، يا رب. ويحفظ جنودنا بالحد الجنوب، ويديم الأمن والأمان على وطننا. صراحة قصيدة جميلة. الله يجمل حالك استاذ عبد المجيد. الله يطول بعمرك. يعني وانت تقول تذكرت يعني الكثير من الشهداء رحمة الله عليهم. الله يرحمهم ويغفر لهم وتقبلهم يا رب يا كريم. يا رب يا رب يا كريم. تفضل. أنا طبعا أنا مسك التقديم عن استاذ المجيد. الله يطول عمرك. هذا نص وطني طبعا. برضو كنت يعني ودي أبدأ فيه. تفضل. كنت ما شاء الله يا أستاذ عبد المجيد ما خليت مجال. الله يطول لعمرك. الله يرفع قدرك. هو أحد من النصوص كثير عندي عن الوطن، والوطن الحقيقة مهما كتبنا عنه يعني ما نوفيه، وحتى يعني يعني ما يمثل شعورنا الحقيقي تجاه الوطن. أقول حدا حادي الغلا يا ذنبي المغفور، يا صوت اللي أخذتني الغربة هاجرة، حدا حاديك واكتظ الشعور، شعور قبل لا يمرني طاريك،
ومرة نسيت أنسى غلاك، وقلت يا دستور هب النسيان ما ينساك. لو مرة بتبطي والغلالك بالحشا مذخور، وانا شاعرك بالحلوة وبالمرة كتبتك قبل تنبت في دجاك بدور، وقبل يرخي القمر للشعر لا زرة. وطن غيرك ما يا من شعبه من الجور، وطن غيرك ما نحفظ بالغلا سره، يرتلك العبق وترابك المبرور. أبونا اللي نقبل يدها ونبره، يكفي بس ضميت الثلاثة قبور، جبينا الأنبياء والمتن والغرة، تسيد ما بعد بيت الله المعمور. من يسا من يزاحم فخرك ببحره وبره، مآذنك العتيقة كل مشرق نور، أهلتها تصير من الشرف دره، يمدها لأمة المليار درع وسور، يا منصة كل حر من بطن حره، يشجرك السلام وتشعل الديجور، ويسعد مجدك التاريخ ويسره، تعيش وكلنا يا كلنا لكسور، من أرض الساحل الشرقي إلى الحرة، وحنا دون حدك ما نرد الشور، نموت ولا أخذوا من حشمتك ذرة. الله عليك، صح لسانك، صح لسانك. الكثير من القصائد الوطنية أخوي سامي أستمتع فيها فعلا، تشعر بقيمة وطنك وتشعر بالانتماء. أنت لما تقول البيت اللي تقول فيه إنه يكفينا أنه أيضا أرضنا هذه أرض الحرمين، صح، قبلة المسلمين، أرض ضمت أيضا قبر الرسول اللهم صلى الله وسلم عليه والأنبياء قبلهم، فشيء يدعو للفخر والاعتزاز والاعتزاز، ووطننا غالي، وسأل الله يدوم علينا الأمن والأمان. اللهم آمين. طيب خلاص نطلع فاصل، صراحة أنت قلبت على المواجهة، تكلمت عن الشهداء الله يغفر لهم ويرحمهم. آمين. خلنا نطلع فاصل ونسمع مع بعض حسين الجسمي كذبة أبريل، كلمات واحد والحان ناي، من الأغاني الجديدة لحسين الجسمي. خلنا نسمع كذبة أبريل مع بعض ونرجع مع ضيفنا الشاعر سامي العرفجة التميمي. القوافي مع عبد المجيد الطهصاني. طارت من غصون الحنين العصافير، واصبحت أحبك واصبح الملك لله. طبعا قال هذا البيت ضيفنا اليوم الشاعر سامي العرفجة التميمي، أحد نجوم جائزة الملك عبد العزيز للشعر الشعبي. أخوي سامي بعد إذنك عندي طلب بسيط، لما الفاصل الأول لما قلت البيت هذا جتني طلبات بتويتر يطلبون من القصيدة، فبعد إذنك إذا سمحت ممكن تقولنا القصيدة هذه؟ أبشر أبشر. طبعا البيت هذا من ضمن القصيدة، أقول فيها: الأرض فكت للشروق لزارير، والنور طل وذاب وجهها لهلة، وحمرت خدود الزهر والنواوير، قبل الشجر يصحى من الشمس ظله، وطارت من غصون الحنين العصافير، واصبحت أحبك واصبح الملك لله. يا غاية ما هي بتحتاج تبرير، يا حاجة ما تعتريها المذلة، يبلغ من أصوات الصور والتعابير، واصدق من أعذار الدموع المهلة، حتى لو غيابك يجي منه تقصير، هواك ما قصر مع القلب لله، عنك اعتذر مني وسوق المعاذير، وارضى وأحب كفوف عذرك وجلة، يلي طيوفك غير وطلالتك غير، قلبي لطالت غيبتك عنه مله. الله، صح لسانك، صاحب دينك يا ابن. طيب بهالقصيدة هذه انت ذكرتني طبعا بديوانك الشعري جفاف الله، صحيح، اللي تم طبعا اصدار النسخة الاولى منه في معرض الكتاب، تم تداول في معرض الكتاب بالرياض. حدثنا عن تجربتك مع اصدار اول ديوان لك، وليش سميته جفاف الله؟ انا صراحة الاسم شدني، جفاف الله. هو الحقيقة بالنسبة للديوان كنت متردد يعني أني أطرحه الآن، ولكن يعني الحمد لله عقدت العزم على قولتهم ونزلته، لأنه في مرحلة الشاعر أنك ما ودك يعني ما ودك أن الشاعر يستعجل، لكن لأن يعني شاركت في عدة برامج فحبيت أني أستغل يعني تواجد اسمي بالساحة وأتوج الشيء هذا في إصدار ديوان. طبعا ديوان الحمد لله توفقت فيه، وأنا الحقيقة يعني كانت تجربتي قديمة يعني جميل لي 7 سنوات وأنا أكتب، فطبيعي أني أنزل ديوان أكثر من 200 صفحة، والحمد لله يعني بعد توفيق الله
الحمد لله. طبعت الديوان عند دار بلاتينيوم الكويتية للنشر، وأحييهم عبر هالمنبر. والحمد لله بعد ما نزل الديوان في معرض الكتاب، معرض الرياض الكتاب، يعني كانت ردة الفعل من الجمهور جميلة جدا ونشهد اي بالله الحمد لله. يعني كان الحضور كثير، والديوان شبه يعني انتهى الطبعة الأولى الحمد لله، وكان شعور جميل يعني في النهاية. هي كلمة حق معلش كلمة حق أخوي سامي، مش عشان أنك ضيفنا اليوم مشرفنا ومنورنا، أنا كنت موجود وقت تدشين الكتاب، وما شاء الله تبارك الرحمن كان الحضور جدا كثيف. أنا زين لحقت بالواسطة، أخذت منك توقيع. الله يحييك، والله أني تشرفت بك يا أستاذ عبد المجيد. الله يطول جميع الحضور. طبعا الديوان يشمل 200 صفحة ما شاء الله، فيها أكثر من 50 نص شعري، بالإضافة إلى مقطوعات شعرية وأبيات، بيتين ثلاثة تخبر. يعني في أحيان الشاعر يكون عنده أبيات يتيمة، جميل، بيت بيتين مقطوعات شعرية، هذا محتوى الديوان، بالإضافة إلى بعض التفعيلات. جميل، وش التفعيلات؟ اعذر جهلي بالموضوع. التفعيلات طبعا هي يعني نوع من أنواع الأدب والشعر الحر، ولعل الرمز الكبير سمو الأمير بدر عبد المحسن مهندس الكلمة. نعم، فهو أستاذنا في هالمجال، وأنا للأمانة ماني مكثر في التفعيلة، ولكن من باب أني يعني صار عندي تفعيلات أو مادة طرحتها قبل واجهت الاستحسان أني أنزلها في الديوان. طيب هل الديوان أقدر أحصل عليه عن طريق الأونلاين ولا كيف؟ إيه صحيح، الديوان طبعا هو أعتقد متوفر الآن أو بيتوفر قريب إن شاء الله بجميع فروع مكتبة جرير، بالإضافة إلى تواجده عبر الإنترنت. يقدر تقدر تطلبه عن طريق متجر المجدة، متجر بوك، عفوا بوكس.com. اي بوكس.com. اي الله. اي نعم معروف. نسيتهم. اي بوكس. اي الله الله. يعني إذا طلبت عن طريق موقع بوكس.com أقدر أخذ توقيع منك؟ اي تقدر تطلب النسخة موقعة من الشاعر، وتقدر تطلب نسخة غير موقعة يعني على حسب رغبتك. اي نعم. وطبعا المتجر بوكس.com يوصلوا لك إن شاء الله خلال يوم يومين أي منطقة كانت في الخليج العربي، فقط 5 ريال. جميل. إيه جميل، الله يديم الرخص. آمين. آمين. طيب أخوي سامي، حبيت أسألك عن مشاركتك في برنامج البيت. أنت ما شاء الله تبارك الله شاركت بالموسم الأول والموسم الثالث. أول شيء برنامج البيت، طبعا برنامج يعرض على قناة دبي، أنت شاركت في الموسم الأول، كيف فكرة البرنامج؟ وش هو برنامج البيت؟ والله برنامج البيت هو أحد البرامج الحقيقة اللي كانت مختلفة عن جميع البرامج، لأنه كان يعني هذا أول ظهور لك إعلامي. أول ظهور، هو أول ظهور تقريبا بعام 2014. 2014. جميل. البرنامج كان مختلف للأمانة، نقدم فكرة جميلة، ويكفي أنه برنامج بدون تصويت، وفي يعني أسماء جميلة جدا في اللجنة، سواء المقدمين أو اللجان أو حتى صاحب الفكرة اللي هو الأستاذ الشاعر الكبير سعد علوش اللي يحييه من خلال المنبر. يستاهل أفلاطون الشعر. نعم. فهاللي خلاني أشارك يعني، وخلى جميع الشعراء يشاركون. والشيء الثاني إنه البرامج ما فيها ما يتعب الشعراء، يعني هو واصلك للبيت، أنت تكتب البيت أو تشارك وأنت في السيارة في البيت في أي مكان في العمل. فهذه فكرة البرنامج كانت جميلة، وهي اللي بحد ذاتها نجحت البرنامج ووصلته يعني للنجاح اللي نشوفه عليه الآن. طبعا أنا شاركت في النسخة الأولى من خلال الصورة. طبعا البرنامج ينقسم قسمين، شطر، هم يعطونك شطر وانت تكمله بشطر ثاني، والشق الثاني من البرنامج يعطونك صورة من طبعا تصوير سمو الأمير، من عدسة سمو الشيخ محمد، الشيخ حمدان فزاع، عفوا حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. اي نعم. او من المبادره، الموقع اللي طرح المبادره اللي طرحتها طال عمرك مؤسسه الشيخ. طبعا انا شاركت من خلال الصوره في اول موسم واول حلقه، وهي اول صوره على صوره يعني صوره معبره، كانت جذع يعني مايل، شجره صغيره ما فيها ورق، على ارض قاحله، كان في سحاب يعني وراء سحابة يعني كذا تشوفها من بعيد، كانت الصورة حلوة فشاركت فيها الحمد لله وتوفق. طبعا البيت اللي شاركت فيه هو اللي يقول
الأرض. دقيقة بعد إذنك، هذه على الصورة. على الصورة. إيه، عشان لأنك أنت شاركت بشق البيت وشاركت بالصورة. لا أنا شاركت بشق الصورة. الصورة. إيه. هذا أول موسم. أول موسم أول حلقة. أول حلقة. طيب خلنا عطنا القصيدة اللي قلت فيها عن الصورة. هي توصف فيها. قصيدة هي بيت. بيت فقط. بيت واحد فقط. توصف هذه الصورة. توصف تستنطق الصورة. طيب. بيت واحد. عطني إياه. البيت اللي يقول فيها الأرض ساعة وظلي عقرب الساعة. تأخر المزن والساعة جفاف. طبعا هذا البيت وعلى فكرة هو عدل البيت الله يرحم والدي. إيه؟ الأرض ساعة وظلي عقرب الساعة. تأخر المزن والساعة جفاف. طبعا جفاف الله هو اسم الديوان، ولعله يعني أنت سألتني قبل شوي نسيت يعني أفسر لك ليش اخترت العنوان بالشكل هذا، لأن البيت انتشر الحقيقة انتشار كبير جدا، وحبيت أتوج هذا النجاح باسم الديوان. لا بس صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن نطقك للصورة ذي كان جدا جميل. وصف فيك من الله. إيه ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذه يحسب لك ما شاء الله تبارك الرحمن. جميل. طيب نبي نتكلم عن مشاركتك في برنامج البيت بعد الفاصل، بس خلنا نطلع بشكل سريع لفاصل غنائي نسمع مع بعض. رابح صقر قال والحب أعمى، كلمات عبد الله براس، ألحان ناصر الصالح. نسمع مع بعض ونرجع مع ضيفنا نجم برنامج شاعر المليون وأيضا مسابقة الملك عبد العزيز للشعر الشعبي سامي العرفج التميمي. ورجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع. طبعا ضيفنا هذا اليوم الشاعر سامي العرفج التميمي، اللي يقول كذب من يقول إن فاقد الشيء ما يعطيه، أنا يا كثر ما أعطيتك أشياء فاقدها. ما هذا الجنون يا رجل يا حبيبي. طيب عطنا هالقصيدة هذه، أنا كنت ودي أسولف معك عن شاعر المليون، مشاركتك في شاعر المليون مميزة ومشاركتك في البيت، بس طلبات كثيرة جتني يبغون منك هالقصيدة هذا، اللي يقول لك كذب من يقول إن فاقد الشيء ما يعطيه، أنا يا كثر ما أعطيتك أشياء فاقدها. ممكن تقول لنا القصيدة هذه؟ هي مهي قصيدة الأمانة، هي بيتين فقط. إيه أقول فيهم تبسم وأنا والحزن وآخر دروب التيه، لكن زخرف الدنيا قبل لا نعسجدها، كذب من يقول إن فاقد الشيء ما يعطيه، أنا يا كثر ما أعطيتك أشياء فاقدها. صح لسانك. طيب فيها أيضا بيت من تشدك يقول خذني من التبغ. هذه مشاركة شعر المليون. مشاركتي بشعر المليون صحيح. إينا هذه سلامك الله أقول فيها خذني من التبغ. خذني من التبغ ولا أصير لي أصبعين، أهون على الأرض لا من طحت وأنا رماد، يا فكري اللي تصلي بي على قبلتين، أنا مجرد من لذيذ الرقاد، شاعر ولدري أخبي خنقة الروح وين، أهيم في كل واد وسعد في كل واد، ينساني الصبح بجراب السهر والحنين، وأقول سيف ونسوه بحضن أبوها الغماد، لا تختصرني وأنا أحلامي طويلة يدين، ولا تختزلني ما بين الشك والاعتقاد، فإن كانك تشوفني لقمة فم السنين، فأنا اللحد كل ما شفته ذكرت المهاد، بينت راسي وليش راسك، بينت راسي وراسك ليش عيايبين، إنك ما تنصفني أهون عندي من الحياد، يسجن حيا وجهي من الصعلكة حاجتين نسيتهم وانشغلت بكيف أبكي الجماد، مليت أمل وتعبت أتعب إلين أي لين، بعد المدد خذني الما بعد المداد، وارجع بي القبل قبل أمشي مع الراكضين، طعم الكرة عنه لا تنشد خوي السهاد، ما الله خلقني عشان أبكي على الراحلين ولا عشان أكسي أفراحي بلون الحداد، اتركني أمد صوتي في فضى العابرين وميز الوجه هذا عن وجيه العباد، وخل الليالي تنادمني على ركعتين واغفر لها كل جرح ما لقى له ضماد، وقل أصدقائي ترى عذر المسافة سمين، أعطوني بردة رسول الله أخوذة وسعاد. صح لسانك صح ولدك. طيب أنا طبعا ودي أتكلم أيضا أركز على مشاركتي في شعر المليون ومسابقة البيت وأيضا في برنامج البيت
اللي ما شاء الله تبارك الله. طبعا انت في مشاركتك ببرنامج البيت في الموسم في الموسم الثالث كنت تشارك ما شاء الله تبارك الرحمن، انت الشاعر الوحيد اللي كسبت المشاركه في برنامج البيت وايضا في نفس الوقت في برنامج شاعر المليون الموسم السابع. حدثنا عنها بعد صحيح. اذنك هو في هذه طبعا مشاركتك الثانيه في برنامج البيت. صحيح جميل. طبعا هو موقف كان صار وموقف جميل للامانه، انه كان بدايه برنامج البيت الموسم الثالث كان منطلق عام 2006 2016 بنفس الوقت اللي كان شاعر المليون كان يشتغل في الجولات وكذا، فأنا من الشعراء اللي قدمت على شاعر المليون، ولما بدأ شاعر البيت شاركت فيه. في النهاية يعني فرزوا شاعر المليون 100 شاعر وكلموني يوم الاثنين المغرب، يعني أعطوني خبر أني أنا ضمن 100 وانه رحلتك ان شاء الله يوم الخميس. طبعا الكلام هذا يوم الاثنين، فقلت لهم اوكي وتمام الوضع. طبعا انا سبق اني شاركت في البيت بنفس اليوم. جميل. الصوره نفس اليوم الاثنين اللي كلموني فيه شاعر المليون، بعد صلاه العشاء الساعه 9 بالليل والساعه 10 فزت في برنامج البيت بالصوره. الصوره كانت عن الحرم المكي، عن مكه، صوره بين الروميه من الاعلى، وقلت فيها تفضل من يشابهك فوق الأرض لا تسألين، أنت قطعة نستها فوق الأرض السماء. طبعا البيت هذا فزت فيه بالبيت وأعلنوا أني فايز فيه بنفس اليوم، فأنا وقعت بحرج صراحة مع برنامج البيت وبرنامج شاعر المليون. وفي النهاية يعني تفهموا موقفي الله يجزاهم خير وخلوني أروح يعني الذهاب على حساب شاعر المليون والعبد على حساب البيت. كان موقف مهرج بنفس الوقت يعني جميل. وجودك صراحة مكسب للبرنامج ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسلمك، والله مكسب لي بالعكس، وأنا تشرفت بوجودي بالبرنامجين كلهم، وأعتبر التجربة اللي مريت فيها من خلال برنامج البيت وبرنامج شاعر المليون تجربة مفيدة ولقيت فيها الشيء الكثير الحقيقة. لا بس حتى مشاركتك في برنامج شاعر المليون الموسم السابع، أنا ذكرت الكلام هذا للأخ ترك المريخي والمنسوبي برنامج شاعر المليون، قلت فعلا اللي عجبني بالموسم السابع جميع الشعراء اللي ظهروا فيه كلهم شعراء شباب وما هم معروفين للساحة ونجحوا وقدمهم برنامج شاعر المليون، فهذا يحسب لشاعر المليون أنه عطى فرصة للشعراء الشباب ما هم معروفين إعلاميا. صحيح. لكن أنا أنا ظهرت قبل يعني في برنامج البيت في الموسم الأول عام 2014، وللأمانة يعني من ذيك الحلقة اسمي كان معروف بالساحة نوعا ما زين، وعلى شريحة الشعراء على الأقل. برنامج البيت برنامج المليون يمكن أعطاني دفع، لكن مو هو اللي يعني أظهر اسمي بالشيء يعني من العدم أو لا هين يعني أنت معلك يعني أنا, أنا, أنا كنت مشارك قبل بعدة برامج بس الحق يقال يعني أنا لا هم بالأمانة شاعر المليون يسلط الضوء على الشعر، يسلط الضوء بشكل كبير، لكن أنا كنت طالع برنامج البيت قبلها مرتين. جميل. لا لكن كلمة حق تقال يعني برنامج البيت طبعا يمكن طريقته تختلف مع أنه برنامج شعر يختلف عن شاعر المليون. صحيح. والحق يقال شاعر طبعا كلهم برنامجين ناجحات، لكن شاعر المليون أكيد. تحكم لأنه له أسبقية، له أكثر من 10 سنوات ظاهر أول ما ظهر لنا عام 2006، وصراحة التسليط الإعلامي عليه جدا قوي أكثر من أي برنامج آخر. لكن أنت مكسب وجودك في أي برنامج واستضافتك أخوي سامي شرف لي، الله يطول عمرك. الله يعزك والله يوفقك. آمين. وصراحة أنا سعيد جدا أن أستضيفك، وأنت في أول مشاركة لك في جائزة الملك عبد العزيز للشعر الشعبي في نسختها الأولى، هذا مكسب وإضافة لي الله يطول والله عمرك. أنا الكسبان للأمانة، وأنا اللي تشرفت بوجودي بإذاعة جميلة جدا الله يطول عمرك مثل إذاعة ألف ألف، وبوجودك يا أستاذ عبد المجيد ترى أنت كبر راس من اليوم تقول لي أستاذ فكبر راسي عاد. لا لا أنت أستاذ لا الله يطول عمرك مبدع بالعكس حنا أخوان الله يطول لعمرك إيه بالله وبالعكس لي الشرف الله يشرف مقدارك والله يعطيكم العافية وشاكر والله لكم استضافتي وشاكر الدعوة الكريمة منكم تستاهل أتمنى أني قدمت شيء يليق فيكم وفي السادة المستمعين أنت تستاهل كل خير. كان معنا اليوم الشاعر سامي العرفج، طبعا صدر له ديوان أخير اللي هو جفاف الله، تقدرون تحصلونه عن طريق بإذن الله تعالى موقع books.com، عن طريق دار النشر بلاتينيومز بوكس،
وديوان جدا جميل ورائع، وأيضا تستطيعون عن طريق الموقع تحصلون على توقيع الشاعر. الله يعافيك، تستاهل كل خير. أترككم مع عبد المجيد عبد الله وأغنية عيون تشوف كلمات فادم سعد والحان سويرس، وبعدها تستمعون إلى أخوي محمد غازي وبرنامج المنصة، ومن المنصة تبدأ القصة. في أمان الله، وتصبحون على ما تحبون.